بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رحمة العالمين. سنة من أعظم السنن ضيعها كثير من المسلمين الآن، أو ربما القسم الأعظم من المسلمين الآن، بسبب الجهل بالعلم الشرعي والاستخفاف بالسنن. سندمون أشد الندم، أقسم بالله العظيم إن هذه السنة من أعظم السنن، وسيندمون عليها أشد الندم يوم القيامة. سنة السواك، جاء في فضل السواك أحاديث في منطقة عظيمة ولا يعرفه كثير من الناس. اولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يترك السواك ابدا، كان يتسوك قبل الصلوات، وكان يتسوك عند دخول بيته، وكان يتسوك ويشوش اسنانه عندما يقوم لصلاه الليل في الثلث الاخير من الليل. الصحابه رضي الله عنهم كان الواحد منهم بيضع السواك على أذنه كالكاتب أو الذي يضع القلم على أذنه. جاء في فضل السواك أحاديث، يعني جاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك فيه 10 خصال: مطهرة للفم، مرضاة للرب، يضاعف الجزء دي يضاعف الحسنات 70 ضعفا، يضاعف الحسنات 70 ضعفا، وهو من السنة، ويذهب بالحفر، ويبيض الأسنان، ويشد اللثة، ويقطع البلغم، ويذهب بغشاوة البصر، ويشهي الطعام. هذا الحديث مروي عن عبد الله بن عباس، كان في سنده بعض الضعف لكن له شواهد. هناك حديث أعظم من هذا كلها صحيحة، عن السيدة عائشة رضي الله عنها، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن الزهري، واحد من كبار التابعين وأساتذة البخاري: صلاة بسواك خير من صلاة من 70 صلاة بلا سواك. عن أبي هريرة: صلاة على إثر سواك. عن السيدة عائشة، السيدة عائشة قالت مرفوعة، هي نفسها قالت هذا، صلاة بسواك، دي امرأة مش رجل، صلاة بسواك خير من 70 صلاة بلا سواك. أبي هريرة: صلاة على إثر سواك خير من 70 صلاة بلا سواك ودون سواك. سيدنا عبد الله بن عباس: لأن أصلي ركعتين بسواك أحب إلي من أصلي 75 ركعة بلا سواك. شوف الزهري بيقول إيه، وهذا الحديث سند صحيح: فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها 70 ضعفا. الحديث كلها ظاهرها إيه، معناها إيه؟ معناها لو انت كنت بتاخد في الصلاة 1000000 حسنة، اللي بيستاك هياخد 70 مليون حسنة. الحديث معناها كده، يا من الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابة رضي الله عنهم قول هذا مجازا لتبين الأهمية العظيمة جدا جدا للسواك، أو أنه ظاهر حديث صحيح. لأن نظافة الأسنان، يعني الحديث ده يؤكد، يعني الحديث ده فيه ضعف، الحديث ده تؤكد إيه؟ السواك يضاعف الحسنات 70 ضعفا. خلي بالكوا هنا بيقول يضاعف الحسنات 70 ضعفا، ما قالش الصلاة بس، يعني بيبارك في الحسنات ويزودها زيادة. بس الرسول عليه السلام مات والسواك في يده، والسواك في يده، يعني كان في السواك في اليد اليسرى واليد اليمنى بيرفع يده يتشهد، ومات وهو على بين صدري الرسول عليه السيد عشان يكون مات رسول الله بين صدري ونحري والسواك في ايده يتطيب قبل ما حتى ما ينطق الشهادة، وانت مش عايز تتسوق حتى قبل الصلاة. جاء عن سيدنا علي بن طالب: السواك يزيد الفهم، وفي رواية يزيد الفصاحة. منقول عن سيدنا علي بن طالب: السواك اللي هو مناقب عظيمة، الرخصة مناقب في على يوم الجمعة، السواك غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم، والسواك واجب على كل مسلم. بالله عليك، اللي بيستعمل السواك يستعمل السواك في كل صلاة. شوف الرسول صلى الله في الحديث: ليس أشد على الملكين المرافقين للمسلم العبد المسلم من أن يرى بقايا طعام في ثنايا صاحبهما. ملكين على كتفين، ملك الحسنات وملك السيئات، يرون ما لا نرى. طبعا قدرة البصر، قدرة البصر للملك مش زي قدرة إنسان. شوف بقى لما الملك كتب الحسنات يرى بقايا، لانك انت ما تسوقتش قبل الصلاة. يعني كيف ترفع الصلاة، وكيف تكون حسنات الصلاة؟ لذلك الصحابة رضي الله عنهم، يعني لما صلاة واحدة بسواك افضل من 70 صلاة بسواك، اما السواك يضاعف الحسنات 70 ضعف. يبقى انت لما تستخدمش سواك تخسر ثواب قد ايه؟
شوف الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث ده، الصحابة رضي الله عنهم بيقولوا ما زال الرسول صلى الله عليه وسلم يوصينا بالسواك حتى ظننا أنه سينزل فيه شيء في القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أثقلت عليكم بالسواك، أثقلت عليكم بالسواك، عمال يوصيهم بالسواك كذا مرة، يعني يوصيهم بالسواك، أثقلت عليكم في السواك، يعني فاضل شوية يقول لهم ويقول لهم لازم السواك. حتى الصحابة ظن الصحابة رضي الله عنهم أنه سينزل شيء فيه شيء في القرآن. ف ثواب عظيم جدا. يبقى أنت لما ما بتسواكش خالص تخسر قد إيه حسنات. والسواك يعني نحن نشرط في الصلاة ونسرح، هذا السواك له مناقب عظيمة حتى في أوقع في قبول الصلاة، يعني ما تتسوق قبل الصلاة هذا يكون أوقع كثيرا في قبول الصلاة. ربنا يمكن يستحي سبحانه وتعالى ما يكون متسوق، هل متسوق غير زي المتسوق في عدم في قبول الصلاة؟ يبقى إذا مش بضعفة الحسنات في قبول الصلاة، يعني غير وجدوا في أشياء الغرب، وجد في السواك أشياء غريبة، وجد في مواد مش موجودة في معجون الأسنان خالص، مواد مواد مش في مش موجوده في معجون الاسنان خالص، مش غير موجوده الا في عود الاراك اللي هو في السواك، اللي هو اللي احنا بنسميه اللي احنا بنعمل منه السواك. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيشوف السواك ابدا. عشان كده البنت لما الطفل لما بعت طفله تعمل حاجه وتاخرت عليه قال لا لا خوفي من الله لاوجعتها بالسواك، ضربتها بالسواك، سواك وسواك هيوجعها. يقول لك اصلا حتى بيمثل بيه حتى في الضرب، يعني حاجه شيء يحزن حال المسلمين. ومحدش بيدور على السنه خالص، فين السنه؟ ليه تضيع هذا الثواب العظيم؟ يعني يجرى ايه لما تشتري السواك زي ده وتتسوق قبل كل الصلاه؟ اذا كان السواك بيضاعف الحسنات 70 ضعف، اذا كان السواك بيضاعف ثواب الصلاه 70 ضعف، هيجرى ايه؟ هتتسوق تنظف اسنانك هكذا حتى تكون اسنان نظيفه وبيضاء تقابل بها رب العالمين، ويستحي رب العالمين ان يرد الصلاه ويضاعف الحسنات 70 ضعف ويضاعف ثواب الصلاه في الميزان يوم القيامه. يبقى لما يستغيث بالسواك هيكسر قد ايه؟ يا ريت نتقي الله سبحانه وتعالى، ما تستخفش بالسنن، لان اقسم بالله ستندمون اشد الندم يوم القيامه على هذه السنه العظيمه التي ضيعتموها. اللي ما عندوش سواك يشتري سواك، ما عندوش سواك يشتري سواك، وعود نفسك قبل كل صلاه انت تتسوق كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم وكما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ده يعني إذا كنت عندك غيرة على الدين وعندك غيرة على الحسنات وعايز تحصل كم عظيم جدا من الحسنات، أنا هكتب لكم كل الكلام ده تحت الفيديو، انزلوا تحت الفيديو اقروا الأسناد بتاعت الحديث وانشروا هذا العلم، نشروا هذا العلم فيه ثواب عظيم، ونعلم علما فلا أجر معامل بيوم القيامة، لا أنكم تقولون شيئا. أكون في الأخير مرة الأخيرة السواك يضاعف الحسنات 70 ضعفا، صلاة بسواك على اس سواك افضل من 70 صلاه على اس على بدون سواك. السواك كما قال الامام الزهري فضل السواك على الصلاه التي يستاك لها على الصلاه التي لا يستاك لها 70 ضعف، بسند صحيح عن الزهري رحمه الله. فاتقوا الله سبحانه وتعالى وما تستخفوش بالسنن اللي هتخسروا بيها ثواب عظيم جدا، يكون ربما يكون السواك ده هو السبب في وصولك الفردوس الاعلى بالحسنات اللي انت هتحصلها منه. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، تنسوا الشفعي الجرس واشتركوا في القناة لأصلكم جديد وتساعدوني على نشر سنة النبوة.